سبورت الصبح. هيل. هنكمل بقى هذه القصه، بس نروح بقى ايه ختامها مسك. فتحي، ازيك يا فتحي؟ منور. انت ضمن لجنه المتطوعين وليك اكتر من مهمه، صح؟ احكي لي بقى. هي المهمه الاساسيه ان انا فيها هي مراسم الاعلام بدل المباريات. بنبدا في مراسم الاعلام اللي هي فرد الاعلام، الفرد الاعلام في الملعب قبل المباراه. دي ليها بروتوكول معين سهل، صح؟ لا، احنا ضربنا عليها بعد بعد ما بدانا ملينا الابلكيشن اللي هو بتاع التطوع. بدانا في عمل انترفيو اللي هو اللي قدم فيه على مستوى الجمهوريه 77,000 متطوع. 77,000 متطوع، منهم 5,000 متطوع اللي هو مستوفي البيانات والاستماره الكامله. منهم تم منهم اختيار 3,000 متطوع. تمام. بدانا اتقسمنا على 6 استادات اللي موجوده في البطوله. انا كنت من ضمن في استاد الدفاع الجوي. بدات. طب انت ليه حبيت تقدم اصلا؟ انا ده حدث عظيم من زمان ما حصلش في مصر، حدث كبير، واول مره 24 دوله تشارك في بطوله زي كده. انتوا قعدتوا ال5 شهور بتتدربوا على الموضوع ده؟ احنا قعدنا فتره نتدرب على الموضوع ده. يعني مش سهل. طب ما تشرح للمشاهد بشكل مبسط ايه حكايه البروتوكولات؟ يعني في ناس هتقول لك ايه يعني يفرض العالم ما يفرض العالم، هي دي عايز تدريب مثلا، فعايزين نوضح للناس اهميتها برضو. ان انا بعمل مكانه، يعني بعمل وضع كبير لمصر في قدام دول العالم كلها. طبعا ده حاجه كبيره جدا. الحاجه الثانيه ان هي يعني المنظر العام والشكل العام للاستاد والشكل العام لمصر قدام العالم كله، دي حاجه كبيره جدا يعني، وحاجه عظيمه. اول مره كان عباره عن ايه بقى؟ يعني كانوا بيدربوكوا ازاي؟ لو قلت لو هتشرح الستابس للناس اللي انتوا مريتوا بيها وانتوا بتتدربوا. احنا في البدايه بنعرف العالم، الدوله اللي احنا شايلونه هيبقى عامل ازاي. اما ننزل بيه الاستاد، هينزل نفرده بحيث ان هو يكون مظبوط في الاستاد. العالم يعني مثلا مكون من 3 الوان. العالم هيبقى لما انزل دخلت الملعب، العالم اللون انه هيبقى على اليمين، اللون انه هيبقى على الشمال. الاول بنبدا بنعمل في البدايه زي بنعرف الاول العالم والوانه، وبنعرف ازاي هننزل للدخله ازاي. مقاسات الاعلام ستاندرد يعني كم متر بقى؟ بصراحه يا بتبقوا كام شخص مثلا؟ احنا في لجنه المراسم بس 175 شخص. اوكي. 175 شخص بننزل الملعب، ارض الملعب. احنا بنعمل بروفا على كل عالم في البدايه، ازاي هننزل بيه، ازاي هنعمله. وبعد ما نخلص ال 175 شخص، بعد ما يخلصوا موضوع الاعلام ومراسم الافتتاح، بنبدا بنطلع برضو مع زمايلنا المتطوعين اللي هم في خدمات الجمهور، بنبدا نساعدهم ونشارك معاهم بقيه المباراه. وطبعا انا متاكد انت بتقعد تلاحظ كمان كل بقى عمليه التنظيم، يعني مش بس في بتبقى عينك على كل حاجه بتدريب يعني. طبعاً. صح؟ اكيد. بس انا بقول بصراحه يعني انا لما شاركت شفت تنظيم بصراحه فوق الخيال. التنظيم من كل حاجه. طبعا والدكتوره جهاد عامر اللي هي نائب رئيس اللجنه المنظمه ورئيس لجنه المتطوعين ومرافقي الفرق، انا بشكرها جدا لان فعلا مجهود كبير جدا عملته معانا، وبشكرها جدا جدا. عندكم زي ورش تدريب وبيفهموكوا وبتاخد فكره عن كل المراحل، برضو بتاخد خبره عامه. بناخد فكره. بناخد خبره، وده حاجه عظيمه فعلا. ان انا مبسوط جدا ان انا شاركت. انت قهراوي؟ انت مش قهراوي صح؟ لا، انا من المنصوره اصلا. من المنصوره صح؟ جيت مخصوص عشان تشارك.